ليل آخر والظلام الدامس يخيم على محافظة شبوة منذ 8 أيام. تعاني محافظة شبوة من انقطاع تام في التيار الكهربائي، مما سبب في معاناة حادة إلى المواطنين، مثل غلاء في المياه، مياه الشرب، ومشاكل صحية منها انقطاع التيار الكهربائي على مركز غسيل الكلى وعلى مستشفيات، مما أدى عكسا على صحة المرضى. المعاناة تزداد يوما بعد يوم، والساعات تمضي دون إيجاد الحلول، والمستشفيات تحذر من حصول كارثة إنسانية ومأساوية جراء انقطاع الكهرباء، وتهدد بإغلاق المستشفيات لعجزها عن تقديم الخدمات. مستشفيات أكثر الناس تضررا من انطفاء الكهرباء. طبعا معروف أن المستشفيات فيها عناية مركزة، فيها عمليات، فيها حضانة، فيها يعني حاجة ضرورية للكهرباء. فالمستشفى يعني نحن في إدارة المستشفى نعاني كثير من انقطاع الكهرباء، والأمر ضروري جدا أن احنا نبقي المواطن شغالة والكهرباء والعة في المستشفى، لأن كما خبرتك في حضانة ضروري للأطفال، في الحضانة لهم كهرباء، حاضنات كهربائية، فالكهرباء ضرورية جدا في المستشفى. نناشد أهل الخير، نناشد أهل الخير وأهل الديزل خلال اليومين القادمة سوف ينقطع علينا كامل، ويمكن المستشفى يوقف. الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي أننا في محطة كهرباء عتق معتمدين بشكل أساسي على الطاقة المشترى. بالنسبة ليش وقف المستثمر الطاقة المشترى؟ هو يطالب يعني بمستحق بقيمة الطاقة المشترى بمستحقاته، فهو حسب ما يدعي أنه لم يستلم أي مبالغ منذ يونيو 2014. الحكومة نحن رفعنا، نحن نشوف نتواصل سواء مع السلطة المحلية أو مع الحكومة، اللهم أننا نرفع لهم الاتصالات سواء بنائب وزير الكهرباء، تمام، الذي مثلا يعني هو يتابع الموضوع، يقول لك والله أنا رفعت لجميع الجهات المسؤولة وما عليكم إلا ترجعوا للمحافظ يضغط معي على السلطة على الحكومة إنها تدفع للراجل قدمة 15 مليون على أساس يعيد الأماكن التي مشت. السلطة فاقت من سباتها العميق وأعلنت في اجتماع للمجلس التنفيذي وعلى لسان وكيل المحافظة فهد التوسلي بأنه لا توجد أي حلول إلى الآن لمشكلة الكهرباء. منذ 8 أيام والتيار الكهربائي مقطوع عن محافظة شبوة، مما سبب ذلك في معاناة كثيرة للمواطنين في ظل عجز تام من قبل السلطة المحلية والحكومة لحل هذه المعاناة. حسن البريكي، محافظة شبوة، قناة سهيل.